بحث السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس مع مجموعة من نواب مجلس الشيوخ الفرنسي مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد زخما مهما على الأصعدة كافة. وذكرت الخارجية أن السفير علاء يوسف استعرض أهم ملامح ومميزات البرلمان المصري المنتخب بمجلسيه مركزا على دور مجلس الشورى الجديد في الحياة التشريعية، كما سلط الضوء على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في ظل التحديات الأمنية والإقليمية المتزايدة.